الكنبة، وانا بحاول تاني اهون اتواصل مع امينة اسبوعي اللي هي هنتكلم معاها النهاردة في الحلقة، وانا متحمسة قوي علشان هلو يا امينة. ان شاء الله المرة دي هيشتغل. طبعا انا اعتقد كل الناس اللي انا بتكلم معاهم عارفين مين امينة، واكيد كل الناس اللي تتفرج عارفين مين امينة، بس هنسمع عن نفسها كده كده علشان احنا بنعمل كده كل مرة. او جالي اسئله كتيره، ولو في حد بعت لي اي اسئله. هاي حصل. هلو، هاي شنو، ازيك؟ عامله ايه؟ انا بحط فلتر عشان I'm not I have some pimples so I will use the filter. بيمبلز فين؟ مش شايفه اي بيمبلز خالص. ما عشان حطيت الفلتر خلاص. المصريه انا شوفي انا بتكلم مصري، انا كنت بتابع نادي الجندي، فعشان كده بتكلم مصري مصري. والله العظيم انا يعني I'm so surprised on your Egyptian accent. شفتي ازاي شفت قوي انت بس قولي لي يا جماعه، انا بتكلم كده مصري، بس انت بعدين قولي لي اذا من اي جهه من مصر. انا من اسكندريه في الزقازيق. اسكندريه اجدع ناس. شفتي؟ طب انت عارفه المصري كده ازاي؟ ممكن تفهميني؟ لا، انتم ما شاء الله عندكم ثقافه متاعكم، يعني اتس everywhere، في الافلام، كله في انا اصلا، في الاغاني، والله. في وانا على فكره نحب ام كلثوم برشا، فعندي تاتو من جمله قالتها ام كلثوم: الحب نعمه مش خطيه. واو، ممكن فبعرف. نشوف؟ اتس استني بس. I طيب have to take اوكي، off my pants. نشوف التاتو. I have to take off my pants. يلا بعدين no no بعدين no no ببعث no don't worry don't worry بعدين you can ببعث stay. لك صورة وأنت نزليها. ماشي. اوكي. عمالة أشفق على نفسي. ماشي، أنا الله عارفة إن عليك. كل الناس اللي عمالة تتفرج علينا عارفينك طبعا، بس كده كده يعني أنا على طول بسأل الناس إن هم يقدموا نفسهم. هل تحبي تقدمي نفسك؟ أكيد. أنا أمينة، عمري 25 سنة، من تونس. أنا ناشطة نسوية وكويرية، كتبت 2 كتب نعبر على نفسي انه عربية، يعني مش عربوفونيك، عربيك، عشان في ناس في تونس بتقول انا امازيغ وكل شيء، هم حرين، بس انا identify myself as an Arab. و also فرح، فرح. يعني لو في اسئلة تانية انت قولي لي. I'm so طيب انا ما shy when كنتش I talk عارفه انك عندك Egyptians. خواص. My cheeks turn red. Your cheeks are red because you're speaking Yes, to an Egyptian. because I'm speaking, but I'm very comfortable talking with it. والله you sound so natural، طبيعية جدا جدا جدا، وبجد شكرا حياتي، والله غيرانة حبيبتي. منك. ما كنتش عارفة ان عندي 25 سنة. You're so young. انا عندي هو 28. بصي، هم 26، بس انا مش حاسبة سنة الكورونا الزفت دي. انا مش حاسباها والله. هو عيد ميلادك امتى؟ 7 ديسمبر. 7 ديسمبر. ماشي، في يا ديسمبر سبعة اللي جاي 12. هتتمي 26. في ديسمبر اللي جاي. هو 27 بس هنقول 26. ايوه، نقول 26. اي خلاص. الله، في ناس عماله تبعت كومنتات كتيره، وبحبكم قوي شكرا على الكومنتات كاثر، I miss الحلوه you دي. too my baby. ماشي امينه، بصي انا الناس اها بعتت لي اسئله هنا، ويا ايوه جدعان لو انتم ما بعتوليش اسئله وعايزين تبعتوا لي اسئله عادي، بعتهم في الكومنتات، بس هنا في اسئله هسالها لك اللي الناس بعتتها لي. هل انت اوكي جاهزه ولا لا؟ انا جاهزة. يلا ابا بقى، يلا. ايوه بقى. يا رب. بصي انا جالي اسئله وحشه شويه No, نرميهم it's عادي. fine. انا عادي، يعني انا نقبل النقد. انا اصلا كل اللي عملته في حياتي مش عشان الناس تحبني، عشان اقدر اغير حاجات، وغيرت فعلا حاجات، فهذا المطلوب. انا مش فنانة عشان كل الناس تحبني، انا مش مغنية او ممثلة، او انا وهل اكتيفست، ده ساعات والاكتيفست بيكون يعني صعب بالنسبة لك؟ Oh sorry, I think there's a bit of a lag. هل ده ساعات بيكون صعب بالنسبة لك ولا لا؟ والله لا، يعني اكيد ساعات لما يكون شخص قريب لي اسمع انه حكى من ورا ظهري او هيك بنزعج، بس من الناس ما بعرفهمش بقول عادي، يعني اذا هو يعني غبي لدرجة انه يحكم على شخص ما يعرفوش، فانا مش حزعل منه.
I like how you say it. I like how you see the world. أنا بصراحة يعني you have to علشان بيجي كمية من الحاجات الوحشة دي كتيرة قوي. ما ينفعش إن احنا نكون زعلانين على كل حاجة. ما ينفعش, ما صح. عندناش. اكزاكتلي. طيب أنا هقرأ أول سؤال طلعته من الشنطة. أوكي جاهزة؟ يلا جاهزة. أوكي يلا. ماشي. السؤال ده من سكور وبيقول أحس أحسن سؤال إن نعرف حياتها والمصاعب اللي مرت فيها كونها عربية وتجربتها بشكل عام. عربية وأمازيغية صح؟ انا قلت ديجا انه انا identify myself as Arabic, so عربية. مش الصعوبة عربية full stop. because of the political contest and the geopolitics and the geography and everything, all the shit that's happening in the MENA region, I prefer to say I'm an Arabic because Arabic are the most oppressed now, especially when you go to Europe. So I say I'm an Arabic. I don't want to just keep bullying the Arabic and say like Arabic women are all veiled and blah blah blah. Yeah. So yeah. No, that makes sense. الصعوبات نعم الصعوبات يمكن السجن الغربة أصعب هي صح. أنا أصعب فترة في حياتي يعني الفترة اللي كنت pardon الفترة اللي كنت عايشة فيها في فرنسا. I was very depressed عشان من الأول كل الناس كانت بتقول أمينة come to Europe, احنا حنساعدك, احنا حنعمل لك. بس لما وصلت ليوروب ما لقيتش ولا حاجة من الكلام ده. I was feeling so lonely and it was very messed up. انا I belonged يعني انا مكاني في تونس. انا مش ملومة على الناس اللي عملت لجوء ولا حاجة, بس كل شخص واختياره. انا اخترت انه نقعد في تونس. و I think الغربة او التهجير هو خاطر انا ما خرجتش بإرادتي. كنت أصعب فترة في حياتي, أصعب حتى من السجن. السجن was a piece of cake. Wow, that's really interesting for me to hear. عمري ما كنت أفتكر إن الغربة أصعب من السجن, عشان السجن فعلا يعني حاجة أنا ما أقدرش أتخيلها. فالغربة أصعب. Wow. For me يعني الغربة كانت أصعب. Yeah. Thank you for sharing this with us. I know it's hard. يعني شكرا إنك اتكلمت No, عنها you're كتير. welcome. I moved on خلاص يعني ما عادش تقلقني على الحاجات هذوما. فبالك قد ايه يعني, how long have you been back في تونسيا دلوقتي؟ أنا I was back in Tunisia since 2015. انا كنت فاكراك انك لسه في باريس. لا 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 أنا بروح لباريس, أنا بروح وبقعد يعني في باريس, بس at least يعني my home is in Tunisia, you know. That's really beautiful to hear. انا بجد بكون زعلانة إن أنا ما أقدرش أدخل مصر. يعني نفسي أقدر I'm أدخل, sorry, I بس know it's not أدخل the same بسلام. thing. يعني مش نفس الشيء أبدا. يعني لا لا تونس لا يعني بتبقى سيف يعني خاصة يعني النورث سابرب, يعني كل ما هو المرسى سيدي بوسعيد وكل بتبقى سيف جدا يعني لكل الناس. بس I understand that Egypt is very hard. إن شاء الله إن yeah, شاء الله يعني Egypt. تصير حاجة يعني هكا تخليك ترجع انت لمصر ونجيك انا لمصر ونروح على شارع الهرم وكل شيء. نروح على شارع الهرم بقى بجد. يا اعملي يعني ان شاء الله لما تكون مصر امان. ماشي يا مصريين سامعيني. وانا وامينة احنا نروح. هنروح على شارع الهرم خلاص. والله نفسي قوي. طيب هل جاهزة لسؤال تاني من الشنطة؟ ايوه اوكي يلا يلا. عاطف بيقول هو في زي مصر ولا حلاوة مصر؟ شكرا يا عاطف. و ايوه حي الغزالة represent. ايه حي الغزالة ده؟ انا I was studying in حي الغزالة for some point of my life, so اوه واو. ده في تونس؟ في تونس. اوه نايس ون. I don't know it. عمالة بتعلم كتير منكم يا جدعان. اوكي يلا. اوبا ده ماشي. اوكي انا مش هقرا ده علشان ده زفت. don't worry. اوكي هقرا واحد تاني. يلا. ما اعرفش الناس عماله بتبعت حاجات وحشه كده ليه. ماشي ده بيقول ده حلو. وبيقول 7
7537 Hild, هل فكرت بفترة oh shoot, sorry. This one is a hard question. Oh, don't worry. Are you sure? It's a really yes. it's a really hard okay, خلاص. أنا أسفة. Okay. هل فكرت بفترة ما بأفكار انتحارية؟ إذا Of نعم course. ممكن تخبرينا كيف تعاملتي بيها وبحبكن. Thank you. شكرا يا حبيبي، احنا بنحبك كمان، او حبيبتي. ايوه، انا يعني السنه اللي فاتت بس كنت قمت بمحاوله ورحت يعني على المستشفى، وقعدت في المستشفى 7 ايام. And I think it was very helpful. خاطر every time احنا بنقول لا خلاص فتره حتعدي وانا مش محتاجه علاج وكل شيء، بس انا اكثر شيء فادني يعني وخليني يعني نمر بفتره يعني من يعني صار لي أكثر من سنة ما فكرتش في أفكار انتحارية خالص. يعني العلاج هو كان مفيد جدا. يعني أنا بنصح الناس اللي بتكون يعني مثلي أنا، اللي ما تكونش بس أفكار إنه يتعدى يعني مرحلة الفعل ويحاول ينتحر، إنه يتعالج، خاطر بالحق العلاج مفيد جدا. وده كان علاج نفسي ولا علاج بالأدوية ولا الاثنين مع بعض؟ بالأدوية 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 يعني. وكان الدكتور بيجي كل يوم بيشق عليا وبيسألني وكل شيء، والدكتور كان حلو، كان مز. ايه دكتور يا مز العب. ماشي، فأول حاجة جيبوا علاج، وتاني حاجة لازم الدكتور يكون مز هيساعد. لازم دكتور مز. ماشي، في كومنتات بصي بقى، انا لازم هحتاج مساعدة علشان بيبقى مش لما بيكون مش بالمصري ما بفهمش. قولي. ابتعاد عن روحانيات انتخاب انتحاء. أبقى. مش فاهمة. يعني هو بظن انه يعني بيحاول يقول ابتعد عن الروحانيات، انتحار. يعني ايه روحانيات؟ ما بعرف والله، بفكر الدراويش اللي بيسووا هيك. يعني ماشي، فهمت. كل شيء كل شيء كل يعني everything related to religion or something. but it's أنا بظن إن المرض النفسي حاجة أعمق من هكا يعني. Yeah, I think so too. أعتقد yes. ده أكثر. لاف كتير للجميلات من مصطفى جمال. شكرا يا مصطفى. شكرا يا مصطفى. يا شكرا يا مصطفى أبو علي. يا مصطفى. يا أبو علي. I love it. اوكي، هاخد واحد تاني، ايه رأيك؟ يلا. يلا هوبا. أيوة بقى. ايوه بقى، خمسة مو خمسة. love you. I love فيفي عبدو. me too. اوكي أمينة، انا هحتاج مساعدتك مرة تانية علشان ده مكتوب بالتونسي. اوكي خليها. ماشي. I am strawberry cupcake says أمينة كيفتش نجمو نتفرجو في فيلم Upon the Shadow. فيلم، هذا الدوكيومنتري على حياتنا يعني. هي بتسألني ازاي تقدر تتفرج في الدوكيومنتري. انا بفكر انه في بلاتفورم اسمها ارتيفاي بيكون موجود. Artify. Okay. Yes. I think I've seen screenshots from this documentary, but it's also hard to find where to watch it. How did you find filming that documentary? انا المخرج نادي ميزني، حبيبة قلبي. She contacted me Yeah. on Facebook back when I had Facebook، وقالت لي يعني نتقابلوا عشان بتفكر تعمل documentary وكل شيء. وقابلتها وبعدين يعني she came to the house وأنا I was leaving. بيتي كان في يعني ناس عابرين، في مثليين وكل شيء، فهي صورت documentary علينا كلنا. يعني الدوكيومنتري انتقل من انه يكون مركز علي انا، فصار مركز على lots of queer people اللي كنا احنا كلنا عايشين في نفس البيت. اوكي، اعتقد انا بفكر في دوكيومنتري مختلفه. كان في دوكيومنتري ثانيه انت كنت فيها، كانت مع مريم نزميني وعلياء المهدي. نمازي. يمكن عملنا يعني. لا، انا ما كنتش فيه. لا انا عارفه انت بتحكي على فيمن. لا I saw some screenshots from something and I thought it was a documentary. بس لا، كانت بس صورة. يمكن كان في انترفيو او هيك.
أعتقد بس صح. ده لا، هي بتحكي على Open the Shadow. Open the Shadow تونسي. Open the Shadow متصورة في تونس عن البيت اللي انتي حطيتيه مع بعض، وكان فيه يعني أشخاص من مجتمع الميم، وبقى عنهم. ايوه exactly. ايوه I wanna watch it. Where can I find it again? Archify, I will send you everything. ماشي، اوكي، I'm so excited. Yeah. وفي ناس في ناس عمالة تقول حاجات حلوة قوي. مايا بتقول نحبكم، محلاكم. حطحنا حطحنا. And Medusa is asking, was documentary real 100% with Rami's family story, etc.? Yes, it was very real. Everything Yeah. was real. I've got a lot to catch up on. Thank you. على طول كل مرة بعمل الشو ده بتعلم حاجات كثيرة قوي، كل مرة. So I'm really happy. القميص بتاعك يسر حلو. I شكرا. like your style شروق، والله you are very stylish. This is من an Egyptian designer. اسمه Oh. المحل اسمه جنوبي، GANBOI، جنوبي I think so. Yeah, and it's really nice. It's actually it's by this beautiful woman who wears a hijab, and she's so nice. She's so Oh, sweet. that's so cool. Okay, yalla, I'm gonna pick another one. يلا. Yalla, hoppa. وده بيقول ايه؟ Okay, there's there's another one in Tunisian. Okay. يلا قولي لي، انا حترجم. Okay. Alej, match, activist, kima, kbal. ليش ماش اكتيفيست؟ يعني she's asking انا ليش ليه ما بقتش اكتيفيست زي زمان. بس Oh, I'm still really? an activist. انا لسه اكتيفيست، بس هم كل الناس محتاره انا ليش ما بشارك في المظاهرات اللي موجوده في تونس دلوقتي. انا عشان عملت عمليه تجميل، كبرت Really? المؤخره بي بي ال. ايوه، وانا يعني بعرف Amazing. الشرطه في تونس يعني زباله. انا لو اروح يضربوني انا ترمتي حتتناك. ام سوري، يعني ما بقدرش يعني there is no way. بس ان شاء الله يعني لما اطيب وكل شيء راح ارجع اكتيفست. هنخف. انا بحب المؤخرات قوي يا جدعان، بس عشان صحينا. انا اصلا عانيت. انا اتألمت كتير. أنا كنت بليف. بتألم والله، والله it was very painful. يعني ما بقدرش أضحي بمؤخرتي عشان تونس. لا I'm sorry، تونس تقدر تستنى. Oh my god, I'm gonna die, that's amazing. طب ممكن اكمل السؤال؟ معرفش هو لسه بقى مختلف ولا نفس السؤال، بس باقي السؤال بيقول ليه طه تهير لا في مظاهرات مظاهرات كيما She was كبال actually لا what I'm شيء. doing. Aye. That's That's the the same same question. question. Yes, I answered it already. هو ازاي لغتكم She's اسمها عربي؟ asking. هي she's asking about مظاهرات. Oh. This ما is not معلش، احنا ما Arabic. كانش عندنا موزس كما فاروق الفيشاوي وكما عمر الشريف عشان يطلعوا بلغتنا. I'm sorry. احنا ما كانش عندنا فتن حمامة، يعني ما كانش عندنا ناس بتعرف بلغتنا. بس ان شاء الله يصير خير. والله انا نفسي، بس الموضوع ده بيتغير يعني. بتهيألي دلوقتي ما بقتش في مصر، ما بقتش ام الدنيا ولا حاجه، اتغير كتير، ما بعرف ليش. فان شاء الله بس التونسي انا قلبت يعني. لبناني، ما بعرف. Oh my god, Lebanese accent is so hot. I love Yes, Lebanese I accent. love it. I love it too. Oh my God. Oh, I love, people are laughing at my reading. Sorry, guys. Hi. ماشي، ده بيقول ايه؟ اوكي، انا مش فاهمه السؤال ده، بس ده من ابراهيم. بيقول محتاجين ايجابيه منها. إيجابية. I mean يمكن ادب. عشان أنا I don't post أني I don't post like usual. يمكن عشان أنا ما بقتش بنزل كتير على الانستغرام. أنا I'm feeling a little bit down، خاطر عشان بنتي في فرنسا وأنا في تونس وما أقدرش أسافر لها. So I'm feeling really down because of it. وعشان هيك يعني أنا ما بشارك كتير. فرنسا يعني سكرت الحدود، البودر. وإن شاء الله بس بتفتح الحدود وأنا بكون جنب بنتي راح أكون more available. How old is she؟ عندها كم سنة؟
She is 3 and a half. Oh, cutie, that's so beautiful. And you always see her normally. What? على طول بتشوفيها في ال في يعني لما التليفون. أكيد إحنا بنتكلم في التليفون بس مش نفس الشيء يعني. Yeah, no, it's not. It's never the same thing. It's never the same thing. I want to take a سؤال من الكومنتات وده من حسن وبيقول سؤال لأمينة. إمتى المجتمع ممكن يقبل جميع الاختلافات بدون عداء؟ ده سؤال مهم أعتقد. بدون شو؟ عداء. والله هو لازم يعني الدولة تغير قوانينها وبعدين يعني الشعب رح يتأقلم مع القوانين شوية شوية، يعني زي ما سوى بورقيبة أو في قوانين تبع حرية المرأة، إنه المرأة تنزل تشتغل، إنه الرجل يكون ممنوع عنده تعدد الزوجات. هذه أشياء ما كانش قابلها المجتمع التونسي وكان في شغب يعني عشانها، بس تعود بحكم إنه الدولة فرضت القوانين الشعب صار مجبر إنه يحترمهم، وصارت يعني شيء في العقلية متاعه. يعني إنه اليوم مستحيل حتى تروح لشخص متدين أو مرة يعني لابسة نقاب وتقولها زوجك راح نزوجوه يعني بزوجتين وهي تونسية، مش راح تقبل عشان خلاص صارت يعني الحاجة هذه الدولة رسختها في عقليتها. فلازم الدولة هي اللي تغير القوانين، وإن شاء الله يعني أنا I think generation اللي قبلنا إحنا يعني اللي يبقى عمرهم 15 16 17 هما they are more accepting يعني queer people than my generation or the generation of my parents. فأنا تفتكر بظن هيحصل إنه في حياتنا في عمرنا؟ يعني إنه إحنا نشوف المثلية من الجريمة وكل I think so. I think we will be able to witness it at 50, يا رب 40. يا يا أنت رب كبير يا رب. يا رب يسمع من بقى. بس عايزين نعمل زغروطة على الدعاء ده لو سمحتي. أيوة. أيوة. ممكن تعملي الزغروطة دي تاني عشان أنا بيتهيألي يلا. love it love it open the shadow. ناس بتتكلم عنه و كيفش نقنع امتى تخلي نعمل بيرسينج؟ هو ده انا قريته صح ولا غلط؟ يعني كيف تقنع امها تخليها تعمل بيرسينج؟ انا بظن انه تروحي تعمليه وامك حتقتنع بعدين، يعني انت لو تساليها قبل مش راح تقبل. سو اعمليه الاول وبعدين نفكر على امك بعدين. ماشي جاهزه الواحد تاني؟ يلا يلا. جاهزه. اوكي اوبا. That's from LGBT Tunisi, and it says, من وين جابت كل الشجاعة والجراءة في عمر صغير؟ شكرا LGBT Tunisi, I love you. I love you, yeah, LGBT Tunisi, أنا كمان. الشجاعة هو يعني ما فيش، أنا I think it was more of anger than شجاعة. عشان أنا عشت في السعودية وكنت بعرف إزاي يعني المرأة بيكون بيعاملوها تحت غطاء الشريعة. سو أنا كنت ما كنتش مستعدة أنه نعيش الكابوس هذيك مرة ثانية في تونس. ف I was very angry. I was في كل يعني في كل المظاهرات ضد النهضة أنا كنت هناك. وبعدين ما لقيتش يعني ما لقيتش طريقة أنه يعني لقيت كل المظاهرات فاشلة نوعا ما، فحبيت أعمل شيء راديكالي أكثر. و that's when I was protesting يعني in with the feminine group وكل شيء. والله هو ده يعني ده كان سؤال من الحاجات اللي أنا كنت عايز أعرفها عنك، إيه اللي حصل قبل الصورة دي؟ فهل بس كان collection of anger ولا كان في حاجة معينة؟ هو يعني anger، هو أنا ما حبيتش يعني الثورة تتسرق من الإسلاميين. وبعدين كان في يعني it was anger it was يعني ما حبيتش الإسلاميين ياخذوا ثورة كما صار في إيران وكل شيء. So yeah. I really I think I get it. علشان حصل معايا كم حاجة واللي هي كانت آخر حاجة مثلا تكون حاجة بسيطة بس اللي هو
collective together لما exactly كلهم yeah. exactly هو هيك يعني هيك المشكلة. بس yeah I'm glad we're on the same page. في أنا هقرأ شوية من الكومنتات وبيقول علي ماري أنا من الجزائر ومتدينة ولكن تعجبني أمينة بثقافتها بغض النظر عن تفكيرها. شكرا. متدينة شكرا. يعني متحجبة. شكرا شكرا. جندي وان بيقول ممكن سؤال المصرية عادي، تفضل اسألني أي حاجة. أيوة يا مصرية. أنا اسمي شو العطار. هلو هاي. ماشي. ومي مات بيقول قوانين الدولة أقوى من قوانين الدين. ما تفتكري؟ نعرفش، أنا نقول إنه الدين يعني يقعد في قلب الإنسان، كل إنسان حر في شنو يمن، والدولة ما يكونش عندها علاقة بالدين، عشان يعني توا في تونس فما برشا ناس عايشين من ديانات مختلفة، سو يعني مش صح إنه إحنا عمرنا ما كنا دولة متدينة، يعني إحنا في تونس كنا دايما دولة مدنية، وإحنا جيلنا أكيد مش يقبل إنه تصير يعني تونس دولة متدينة. وانا يعني حتى كمان يعني في الاسلام الدين اللي انا اتربيت عليه بيقول you know لا انا ليا لكم دينكم ولي ديني. ف exactly وبعدين حتى في الدين بيقول الدين يقعد في القلب، والدين يقعد يعني كما مثلا فرنسا وانجلترا بيكون في مسجد، بيكون في كل انسان يكون حر يمارس الشعائر اللي يحب عليها وبس خلاص، يعني الدين يقعد في قلب الانسان في روحه، مش في الحياة العامة. Yes, I بس agree. هم وبجد بيحبوا لا كي انه في فرنسا يروح على الجامعة، بس نحن هنا يحكم علينا بالأعدام. It's unfair. I think it's stupid to think like that. وبصراحة يعني أنا قريت القرآن كذا مرة، والقرآن مكتوب بطريقة جميلة قوي، بس it's a very poetic شعري، ولما Yes, الحاجة it's تكون very مكتوبة poetic. كشاعر بيبقى ليها كذا معنى، والمعنى ده انت ممكن يعني الشخص بيترجمه بطريقة مختلفة عن شخص تاني. ف you know Yes. حسن بيقول لايف جميل جدا جدا، وحقيقي انا سعيد جدا اني بحضر اللايف بعد فترة غياب من حضور البرنامج بسبب الامتحانات. شكرا يا حسن وبنحبك. شكرا. طيب how's your time؟ How is my time? No, I'm free. عادي؟ اوكي طيب، تحبي عادي. ندخل في كام سؤال كمان ولا لأ؟ أكيد أكيد. اوكي let's do it. So what does this one say؟ ماشي. ليه انضميتي لمجموعة فيمن وليه سبتيها؟ انضميت، انا كنت فسرت يعني انا I like the movement I still like يعني the movement كيف ما كان قبل، طبعا I think they don't exist anymore or I'm not I don't know what's happening with them. انا يعني هم they are very brave، راهو البنات كانوا كتير شجعان وكل شيء، و I left them عشان ال movement كان بيخسر نفسه، كان يعني كان يعني في حاجات ينفع انك تظهري عليها في اوكرانيا، بس ما ينفعش انك تظهري عليها في فرنسا، بس يعني هم كانوا how can I say it يعني كانوا مش مهتمين بالجيوبوليتكس ابدا، وهذا مهم، يعني انت لما تكون عايز تعمل international movement لازم يعني كل بلاد ورطها لها، كما نقولوا احنا في تونس، يعني مش تونس مش اوكرانيا مش فرنسا ومش مصر، يعني كل بلاد وخاصيتها وخصوصيتها، وانا اي ثينك يعني هما ما كانوش مهتمين في الجانب هذا، واي ثينك يعني انا شيفشنكو اللي هي كانت رئيسة فرع باريس كانت يعني كانت بتقصي كل الافرع الثانيه، انه هي she was not the founder of the movement، وكانت بتقصي the founders of the movement which was not good، عشان الفاوندر أوكسانا يعني she created the logo, she created everything and she's just perfect. بنحبك يا أوكسانا، we love you يا أوكسانا. but she killed herself, the poor. Oh Yeah. shit. Yeah, she, because the movement was like her baby, but she lost it, so. Yeah. Yeah, actually I remember seeing that news actually.
Oh, Yeah, it's she was the perfect one. وساعات يعني ما اعرفش if you agree with me ولا لا، اعتقد you agree with me، بس ساعات بيبقى في شوية اسلاموفوبيا من ال movement، من الحركة بتاعت فيمن، مش في كل حتة. طيب هو if you do an action يعني ما بعرف انا في الصومال او شيء it will be very brave actually to do it in front of the mosque but to do Yeah. it in Paris it's not good to do it بالظبط. like انك تعمليها in front of the Tunisian embassy it's not good to do it in front of the Saudi embassy it's very good and that's بالظبط. the point and انا بقول انه ما لهمش في الجيوبوليتكس ابدا يعني 100%، ويعني it's hard trying to explain to people، صعب ان انا بحاول افهم الناس اللي موجودة هنا في بريطانيا، هنا الاسلام الاقلية، وفي مصر العكس، في مصر الملحدين هم الاقلية، فاه geopolitics بتيجي في كل حتة يعني. يا وبعدين الإسلام في أوروبا ما يمثلش خطر أبدا يعني هما ناس على رواحهم يعني ما عندهمش حتى سلطة ما عندهم حتى نفوذ even if they are radical we don't care because they will be radical in the mosque once they're out خلاص يعني ما مش هنسمع يعني كل إنسان حر في أفكاره في تفكيره في داخل مخه احنا مش هنتحكم في الناس ونقول لهم أنت لازمك تفكر هيك أو هيك ف Exactly, to exactly. attack a mosque in Paris and especially the mosque of Paris which is known for being يعني من أكثر يعني أكثر جامع تقريبا منفتح في فرنسا فإنك to do an action قدامه it was not very intelligent No, it's not at all. And I'm really, really يعني نفسي ناس أكتر تفهم الكلام ده، وأنا مبسوطة قوي إن أنتي قادرة تعبري عن الكلام ده بطريقة حلوة قوي كده. شكرا. شكرا شكرا انت يا حياتي شكرا طيب أنا هاخد سؤال كمان من الكومنتات، وبعدين ناخد سؤالين من الشنطة. يلا يلا. شايمة ليه بشا بتسأل، شنو رأيك في العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج؟ هي بتبقى حلوة لما يكونوا طرفين راضيين بدون أي مغالطات ويبقى يبقى يعني للشخص مقتنع معناها مقتنع بالعواقب ويكون يعني مش ما فيش مغالطات وكذا صح، بالظبط. وانا كمان ده نفس رأيي للناس اللي بتسأل. وسيرين سورمي بتسأل، what did your parents both say about being different؟ ايه ابائك قالوا ايه عن كونك والدي مختلفة؟ هي أمي عندها صعوبة في أنها تتقبل إنه عندها صغير مشي في طريق ثاني بس أبويا متفهم كثير للوضع و he's very supportive ياه. yes أنا أبويا is the love of my life to be honest he's a perfect dad اسمه ايه؟ بس ما منير منير. الله، حلو، بحب الاسم ده قوي والله. منير it reminds me of Egyptian films. yeah هاي منير، شكرا يا منير. ماشي. يلا ناخد سؤال كمان. اوكي، السؤال ده بيسأل عن your books. You wrote two books. Can you tell us a bit more about them, please? Yes, the first book I was the co-author. It was about me, my childhood, prison when I was a teenager, etc. And the second book was about women I met in jail. إنه كانوا قتلوا يعني قتلوا في بنت قتلت جوزها في بنت قتلت صاحبها في بنت قتلت أخوها في بنت قتلت ابنها ف it's all about virginity related crimes يعني شرف زي ما بيقولوا هم هو مكتوب الكتب بالفرنساوي صح؟ الأول فرنساوي وإيطالي الثاني إيطالي بس أنا كتبته بالفرنساوي هم ترجموه الحمد لله. بيبقى في انتي قلتي التاني، معلش عشان الشبكة مش كويسة قوي، قلتي التاني فرنساوي وانجليزي والاول لا فرنساوي بس. لا الأول فرنساوي وإيطالي والثاني إيطالي بس اوه، اوكي، فماشي، ما فيش انجليزي مترجم؟ لا
ولا عربي مترجم؟ لا والله، بس انا لو الاقي a publisher it will be very I will do it with pleasure يعني. ندور لك يا حبيبتي. بصوا يا جدعان، طيب لو في دول حد ببلشرز هنا. اوكي كول. نو اي كان تراي اند هيلب اوت. اي ثينك ايم ان تاتش وذ سم ببلشرز بس sure indirectly. كول cool. ماشي. واخر my سؤال من pleasure. الشنطه، ار يو ريدي؟ يلا I'm ready. اوكي يلا يا رب يكون حلو يا رب. ايه مش عارفه اقرا. وات هابند تو ليد؟ مش فاهمه. مش What عارفة، happened to me؟ ماشي آخر سؤال، ما حصلش ما وشكرا. حصلش. اوكي what ماشي. Wait, what's good؟ yeah I think you're trying to say something بس the no no internet I is was not trying to rising. translate the I don't know I don't understand the question I'm the last sorry. Well, I mean, we answered a lot of questions, so I'm really excited. I'm so happy I got to speak with you. Honestly, يعني أنا كنت Me بتفرج عليكي. too. Me too, finally. يا رب إن شاء الله في الحقيقة في يوم ما. وشكرا على كل الناس اللي My شاركت معانا pleasure. في الحوار النهاردة. Thank you, Shuruk. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. I love you كتير قوي. If I can help with anything, I'm always here. بجد I I mean love it. you all. Thank you all for watching us. Thank you, Shuruk. I hope to meet you very soon. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. لما يلا الاحتفال، لما when festivals can happen again إن شاء الله. يا رب. فشكرا يا ناس، أشوفكم كمان Thank you. أسبوعين على الكنب. يلا يلا باي باي، باي. مع السلامة. باي. صباحكم زي العسل ولا مساءكم ولا معرفش ايه، واهلا بيكم في الحلقة